تاني متابعي تلفزيون يوم السابع، اهلا وسهلا بكم والاستوديو التحليلي الختامي للدوري المصري في الاسبوع الاخير النهارده. ومعانا النهارده رجالنا نجم مصر طبعا الكابتن هشام الحمد لله. على السلامه يا كابتن، اهلا بيك. ازيك يا حبيبي؟ اهلا بيك جدا. ما نورتناش يا كابتن. ما انا كنت في الصعيد وفي البحيره وفي كنت بلف. كابتن اشرف نجوم طبعا نجم الاهلي والراجل اللي هو الاهلي ما بيحبوه عشان راجل متزن شويه. اهلا بك يا عمر، سعيد ان وجودي معاك. وطبعا اهلا بكابتن هشام، وحشني جدا هشام. الف مليون مبروك كابتن هشام بطوله الدوري. طبعا طبعا جميل. الزمالك مستمر، الاهلي حسم الزمالك حسم الدوري الجوله قبل الاخيره. انت فين بقى يا كابتن في الماتش؟ فين في الماتش؟ انت كنت بقى في الاحتفالات دي عملت ايه؟ رحت النادي؟ انا كنت لسه من العريش، لسه وصل من العريش. طبعا لسه بتعرف كنت مسؤولين مهمين جدا في القطاع المصري في نادي الزمالك، وعامل طفره المره دي. اول مره انا طول حياتي اول مسؤول الزمالك يعمل جولات طول المنتصف وبقى مش شاحب يروح. هو لجنه محترمه جدا، بنروح جدا محترمه بتروح. ممكن نقولها على السريع قبل ما نخش؟ احنا كنا عاملين لجنه خارجيه، يعني انا رئيس اللجنه الخارجيه كلها، وكان معايا مجموعه طبعا من نجوم الكوره طبعا، وعلى راسهم طبعا يعني نجمنا الكبير كابتن جمال عبد الحميد، هو وكابتن طارق يحيى طبعا كانوا مسؤولين، بيتواجدوا معانا بعض الفترات. لكن كان معايا برضو فريق عمل مكون من هشام ابراهيم نجم نادي الزمالك، كابتن مصطفى نجم نادي الزمالك، كابتن اشرف يوسف نجم نادي الزمالك، كابتن اسامه حسن طبعا مع نجوم بالظبط. كلنا طبعا يعني نجوم كبيره تواجدت طبعا معانا في الاحداث دي، وابتدينا نلف في كل مصر الحمد لله من الصعيد لغايه اسكندريه. وفي مواهب كتير بقى هنشوفها، في مواهب كتير جدا، وطبعا ربنا يكرمنا. بس انت عارف برضو معظم اللعيبه اللي اخترناها كلها صغار السن، فطبعا يعني بالظبط يعني حساسه كبيره اكيد. فان شاء الله باذن الله هيكون عندنا نجوم في خلال 3 4 سنين اللي جايين حاجه. يعني هتلاقي لعيبه مميزه جدا وكلهم شغل، يعني الغريب ان كلهم شغل يعني. لا انا اخدت كميه لعيبه شغل لغايه ما حسيت ان انا بقيت ماشي ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين. فطبعا الحمد لله يعني ربنا وفقنا في بعض اللعيبه برضو، وان شاء الله باذن الله يعني عملنا تجربه تانية، وهي تجربه جديده برضو وتجربه جميله مع نادي ايرو سبورت. الحمد لله كنت وفقت ان انا اضم الناديين ونعمل تعاون مشترك، اتكلمت فيها مع مجلس الاداره وعملنا توأمه، والحمد لله بمجلس الاداره بقياده الكابتن حسين لبيب وافقوا على المشروع بتاعي، والحمد لله نفذناه وقدرنا. كبيره يا كابتن، وجودك هيكون مهم جدا في حجز اداره الزمالك يعني ان شاء الله. هتخش ان شاء الله باذن الله. طبعا انا بعمل يعني جهد كبير جدا ان انا اخلي نادي الزمالك ارجع الرونق بتاعه، وان احنا يبقى عندنا القاعده بتاعتنا الكبيره. طيب، وان شاء الله باذن الله بدات فيه وعملت جمعيتها فيه اكيد. لا انا كمان عشان عندي حاجه مهمه جدا يعني عايز اتكلم فيها، يعني ما اعرفش الوقت هيسمح للحديث فيه. نتكلم في الجزئيه دي نتكلمها بعد الماتش، يبقى نتكلم فيها بعد الماتش عشان وجودك خطفنا. نتكلمها حبيبي الله يخليك. الله يخليك. طبعا ماتشين مهمين، الزمالك كله بيحتفل طبعا قدام البنك الاهلي، والبنك الاهلي عمل احتفاليه كبيره، وواضح ان هو من الاستاد هناك كله مستعد للاحتفاليه يا كابتن. نفس الكلام يعني برضو فرحانين برضو بالصفقات الجديده اللي عملها النادي الاهلي، والتشكيل النهارده فيه جديد ممكن نبتدي بيه. يعني تشكيل الاهلي النهارده يعني دخل فيه 4 أو 5 لاعبين كانوا بعيد قوي عن المشاركات. ممكن نقول تشكيل برضو مصطفى شوبير ده اول ماتش يبتدي فيه، اول ماتش في الدوري. في الدوري كاس تقريبا، لعب ماتش واحد في الكاس، والنهارده بيلعب اول ماتش ليه في الدوري. ان شاء الله بالتوفيق ليه، يعني خامه جيده جدا، وان شاء الله يكون موفق باذن الله النهارده. محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، بدر بنون، اليو ديانج، وصلاح محسن، طاهر محمد طاهر، احمد نبيل كوكا، مروان محسن، ومحمد شريف. يعني النهارده في 8 أو 9 لاعبين من القوام الرئيس النادي الاهلي يعني واخدين راحه، خلاص الدوري حسم نادي الزمالك، وبالتالي يعني بيشوف تشكيل منطقي ان هو لازم يدي فرصه. طبيعي جدا، راحه للناس وللناس اللي اجهدت الفتره اللي فاتت. هو يعني التشكيل، الناس اللي برضه كمان بره يعني في شباب صغير يعني عايز اقول لك، مش كوكا، احنا كوكا وشوبير
انت قصدك في قطاع من قطاع الناشئين يعني. شوف هو موسيماني مهتم كبير بشكل كبير جدا كمان بقطاع الناشئين، ولكن يعني هو شايف انه لسه الفرصه في فتره الاعداد ممكن يشوف اكتر من حد يعني. حتى كنا في التحكيم دايما بنركز هو اكيد الاسابيع التغذيه الاسابيع اللي انت تشوف ناس ما لناش كتير في الاهلي، ما فيش كتير لانه هو يعني عايز يدي ناس برضه في، ما تنساش في ناس كتير برضه ما شاركتش بقى لها فترات طويله يعني. كانت ناس مصابه وكانت ناس بعيده عن التشكيل يعني، بتكلم في اربع او خمس لاعبين النهارده في تشكيل اساسي ما لعبوش بقى لهم فترات طويله. وعلى دكه البدلاء كمان في ناس كتيره برضه موجوده كريم نيدفيد وحمزه علاها يعني ناس كتيره موجوده ما كانتش بتشارك بشكل كبير، ويعني بيعمل بالانس شويه موسمين الفتره دي. تشكيل الزمالك يا كابتن هشام ممكن برضه انا شايف التشكيل ما فيهوش كتير كتير يعني، لا في تغييرات طبعا حصلت يعني. ابو جبل هو نفس التشكيل يعني هو التغيير مش ابو جبل يعني ابو جبل ان شاء الله ابو جبل وخلف بتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزه المسلوسي نص ملعب محمود عبد العزيز وامام عاشور اسلام جابر يوسف اوباما حميد احدادي والهجوم محمود حمدي كده التغييرات واضحه. هو بص كده ريح القوه الضربه بتاعت نادي الزمالك وريح الناس اللي كانت مجاده صح ده ريح القوه الضربه بتاعت نادي الزمالك. لكن انا عايز اقول ايه تشكيل ايه خطه ايه النهارده الكلام ده كله كل ده ملغي فرحه نادي الزمالك احتفاليا. لكن احنا بنتكلم من الناحيه الفنيه هو بيدي فرصه لبعض اللعيبه ان هم النهارده يلعبوا بارتياحيه انت فاهم، والنهارده ان برضو بعض اللعيبه اللي ما خدتش حظها في الفتره اللي فاتت لان ثبات الفرقه من عناصر المكسب معاك كل الكوادر بس. لكن النهارده لما تيجي تبص تلاقي محمود عبد العزيز بيخش النهارده، اسلام جابر بيخش النهارده، وحميد احدادي بيبدأ طبعا الفرصه دي ولا لا. هي انا افتكر ان دي يعني افتكر ان هو ممكن تكون رؤيه المدرب في علشان نقدر نحط الظروف الاخرانيه دي. انت ده لاعب محترف انت فاهم، عشان كده لما انا باجي واقول لك انا ليه بلف مصر اليومين دول عشان عايز احلل الارقام الكبيره اللي بتتعمل وهو كلام من ده. فطبعا هو لاعب يعني احداد لاعب كويس وكل حاجه، لكن ما ثبتش لسه وجوده بشكل كبير يعني. النهارده لما تيجي تبص تلاقي في العشر ماتشات الاخرانيين لم يشارك يعني خالص في المباريات يعني، اعتمد الراجل كارتيرون على زيزو على شوف النهارده فرصه لا هي بس دي مش فرصه لان يعني انا بقول ايه مباراه منتهيه ملهاش بالظبط ملهاش ضغوط. انا عايز العب تحت الضغوط يعني هو ده هي بس مجرد انت ايه بتدي اللعيبه بتديهم ان هم ينزلوا يلعبوا، لكن اللاعب لازم يكون تحت الضغوط يعني اللاعب لازم يكون تحت الضغوط. ما لا مش فرق بالضبط يعني يعني احنا يعني هو العمليه كلها احتفال ريح اللعيبه عشان يدي لعيبه طارق والناس دي كلها ان هم ياخدوا راحه بقدر الامكان عشان الكاس باذن الله طبعا يشاركوا في الكاس ويبقى في منافسه برضو في على بطوله الكاس. فابتكر ان الراجل مريح ده وده الطبيعي. لو انا النهارده عندي فرصه ان انا كنت العب اللعيبه الثانيه كلها ادي فرصه، حتى انا ما يهمنيش النتيجه اكتر ما يهمني ان انا ادي دفعه لبقيه اللاعبين. لكن التغييرات اتحط الفريق الاساسي موجود في الفرقه يعني انا النهارده هو التفريق. لا ما هو محطوطين يعني بره لما نيجي نبص النهارده هتلاقي ايه عواد اوكي انا في رايي كان عواد ياخد المباراه. الونش طبعا ما فيش مشكله فيه لانه طبعا واخد جهد. عبد الشافي نفس عمليه فتبقى طبعا حازم امام يعني ممكن كان ياخد المسلوس يلعب الماتشات اللي فاتت وكان مهم فحازم امام كان يلعب. طارق حامد اوكي ده لازم يريح يعني. ايمن حبني برضو لازم احطه وانا افتكر ان يعني لازم كان احطه يلعب الشوط الثاني. ما هو لازم كان واضح ان هو راجل مكمل هو يعني هيدي المساحه هو لسه ما يعني ما حطش لكن ممكن يكمل ممكن ايه المشكله بس يعني هو انا بقول ايه يعني برضو ما هو نفس الموضوع شيكابالا موجود وايمن فالاستحاله ان يبقى ايه الاثنين موجودين في وقت واحد او الملعب الاثنين مع بعض. لكن احنا عايزين نقول ايه ان كل واحد يعني انا شايف ان هو الراجل يعني عمل توازن في المباراة علشان برضو ما يحصلش دروب للفريق. لكن لو انا شخصيا كنت هلعب بفريق اخر
ودي فرصه لجميع اللاعبين بالظبط. هو يمكن جاي علشان الاحتفاليه بعد المباراه، بس انا كان شايف ان هم برضو يعني ملهاش علاقه ان يطلب مثلا بتيجي نتيجه سلبيه مثلا تبوظ الاحتفاليه. ما كل حاجه شيء ورده، بس ده انت الزمالك يعني حتى لو كسبت البنك الاهلي وعملت ماتش كويسه برضه كويسه ما خالد كل ده، بس عندي خالد جلال النهارده بيلعب بارتياح خلاص ضمن التواجد في الدوري. فعشان كده احنا بنقول يعني انا شايف ان هو كان المباراه تاخد الشكل ده علشان اقدر احاسب على اللعيبه اللي عندي. يعني اللعيبه اللي عندي دي هتتأيد السنه دي وانا ما شفتهاش في ولا ماتش. صح يعني انت فاهم، يعني المفروض النهارده انت بتدي بقى فرصه علشان خاطر تشوف ايه البدايل اللي هتخشها. اللعيب الصغير اللي طالع لك ده ايه دوره؟ هيبدا المباراه من اول 90 دقيقه يلعب ال 90 دقيقه يدينا اشوف ايه ظروفه مصيره. انا مصيره صح بالظبط. نفس الكلام في الاهلي كده دلوقتي اللعيبه النهارده انت شايف كده معظم اللعيبه موجوده باستثناء اثنين بس او ثلاثه. صفقات كبيره للنادي الاهلي على امبارح بيرسي تا وسوني حسام حسن النهارده والسموحه كريم فؤاد كريم فؤاد من النجوم. الصفقات دي هيكون لها مردود على اداء بعض اللاعبين في التشكيله النهارده. لا عايز اقول لك بس ان النادي الاهلي شغال من فتره طويله على الصفقات دي، يعني مش زي الناس ما بتقول انه علشان بس يعني يدفوا فرح الجمهور نادي الزمالك فالنهارده بيعلنوا. لا الصفقات دي كانت محتاجه شغل كتير وفعلا النادي الاهلي بيرتب. لو فكره عمر احنا هنا من فتره طويله جدا بنقول النادي الاهلي محتاج مراكز معينه النادي الاهلي يقدر يدعم بيها عشان يقدر يستمر في الـ في الـ في, الـ في على القمه في البطولات يعني. فعلا امير توفيق اشتغل مع مجلس اداره مع لجنه الكوره مع كابتن محمود الخطيب مع موسيميني اللي اتكلمنا ان هو مركز بشكل كبير على صفقات معينه اماكن معينه او مراكز معينه يقدر يشتغل عليها عشان يقدر يدعم فرقته الموسم اللي جاي. يعني اللعيبه الموجوده دي هتتاثر. عايز اقول لك انه القرارات خلاص القرارات محسومه. يعني اللعيبه اللي ماشيه معروفه، الناس اللي رايحه اعارات معروفه، الناس اللي جت او تعاقد معاها النادي الاهلي خلاص اعلنها. في فاضل صفقه او اثنين النادي الاهلي بيتكلم فيهم على الاقل 6 أو 7 لعيبه موجودين في الموسم الجديد اكيد. طبعا يعني احنا بنتكلم في 6 لاعبين حتى هذه اللحظه خلاص تم التعاقد معاهم، يعني 4 واثنين هيراجعين احمد عبد القادر وعمر حمد، وبالتالي خلاص انت عارف اللاعبين الجدد اللي عندك في صفقه او اثنين تاني النادي الاهلي لسه بيتكلم فيهم. يعني ان شاء الله يعني النادي الاهلي يعلن عنهم بالكثير ان شاء الله بعد بكره باذن الله تعالى. ولكن الاسماء اللي خلاص مشيت خلاص اتفق عليها الناس اللي طلع اعارات خلاص الناس عارفينها او النادي الاهلي عارف كويس. يعني مصطفى شوبير عزيز بجهوده طبعا بالتاكيد، لان في مشكله ولا احنا بنشوف مشكله في النادي الاهلي بديل الشناوي جاب كبير جدا بينه وبين بالتاكيد بالتاكيد. يعني ما انا شايف ان الشناوي وابو جبل وهاني سليمان اعتقد ان الثلاثه دول يعني معاهم بسام معاهم اعتقد دول الثلاث اربع حراس اللي تالقوا الموسم ده ومحمود عبد المنصف طبعا طبعا عبد المنصف وعبد المنصف طبعا وعبد المنصف كابتن في مباريات كتير بصراحه يعني دي حقيقه ادى موسم مميز جدا بصراحه طبعا. يعني خبرات كبيره في النادي الاهلي بالتاكيد الشناوي هيفرق بشكل كبير جدا جدا يعني. ولكن النادي الاهلي بيحاول يكون بديل؟ لا لسه شويه مصطفى شوبير لسه شويه. والفكر في النادي الاهلي ان مصطفى شوبير احتمال كبير جدا جدا انه يطلع اعاره عشان يستفيد بخبراته زي ما بيعمل النادي الاهلي ونادي الزمالك في الفترات اللي فاتت دي نجحت بشكل كبير. لا يعني دي معلومه نجحت بشكل كبير ايوب انه يبقى عندك لاعب لسه صغير ومشاركته هتفرق معاه جدا. يعني اتكلمت محمد صبحي مصطفى فتحي يا كابتن طبعا لعيب كبير ولكن مشاركته فرقت كتير جدا عن قعدته في نادي الزمالك. نتكلم عن عبد الحمدي واحمد عبد القادر فرق كتير جدا جدا. يعني عايز اقول لك ان التجربه دي نجحت انك تعير لاعب ما تستفيد بيه عندك النادي البديل او انك انت حاطط لعيبه ثانيه اعاره وكلام من ده بيضيف للاعب اللي هو ما يقدرش مركون كتير لانه بيصدر بيقل بيهبط معنوياته بتقل حاجات كتير صحيح. جدا مش اداؤه بس هو المعنويات هو اللي بيأثر على نفسيته فيبتدي ينزل الملعب بيلعب بدون يعني. فهي دي النقطه اللي احنا يعني بيتكلم فيها كابتن لان انت النهارده لما تيجي نادي الزمالك ونادي الاهلي بيجوا بيتعاقدوا مع لعيبه بيتعاقد مع 30 لعيب جامدين استحاله الكلام ده كلام غير منطقي.
يعني المنطقيه ان انا اقول بعد الماتش دلوقتي احنا بعد الماتش هتلاقي برشلونه وهات لي 30 لعيب لا يا كابتن في ملفات كتير اسمه التعاقدات انا مستنيك هنتكلم فيها بعد الماتش بس احنا دلوقتي خلاص عشان هنروح للماتش دلوقتي طب اوكي النهارده ما صدقت انت جيت حبيبي حبيب الله يسلمك شكرا جدا للتوفيق ان شاء الله للفريقين فين انتبهت اليوم السابع نروح نشوف الشوط الاول مباراتي نادي الزمالك مع البنك الاهلي والاهلي مع اسوان